مشاهدي قناه التحرير جمهور الشباب الواسع اينما كنتم تحيه طيبه واهلا بكم جميعا الى تصفح عدد جديد من اوراق برنامج اصداء الشباب هذا البرنامج الذي يهتم بجميع نشاطات الشباب والحركه الجمعويه تلعب مدارس التكوين القاعدي في كره القدم تحت مسمى الاكاديميات دورا محوريا في التكفل الامثل بهاته الفئه شريحه الجيل الصعد، دورا محوريا في التكفل والاستثمار فيها لانها هي الاساس لتطوير كره القدم وخزانها الاحتياطي. وتشجيعا لمثل هذه المدارس التي تلعب دورا اجتماعيا يسعدني اليوم في برنامج اصداء الشباب ان استضيف أكاديمية النخيل بالمقرن شباب أكاديمية النخيل بالمقرن الذين جاؤونا وكلهم عزم وحزم للحديث عن هذه الأكاديمية التي تنشط على مستوى بلدية المقرن وأسعد هذا الصباح باستضافة كل من أبدأ على يميني بالكوتش طبعا الكوتش بوبكر, بوبكر شكيمة أهلا بك أستاذ بوبكر أهلا بك الشيخ علال بن جازم. مرحبا بك ومرحبا ب بي... قناه تحرير ويب تي في الوطنيه نعم. ونشكر الجمهور اللي تابع فينا شكرا لك كوتش بكر كما ارحب كذلك برئيس الاكاديميه الكابتن علي ذهب اهلا بك استاذ علي السلام عليكم اولا نشكرك على الاستضافه نعم. ونشكر قناه تحرير تي في عن هذه الاستضافه ونزيد نقول لك مرحبا بك والسلام عليكم شكرا كابتن علي كما ارحب كذلك باللاعب باللاعب الواعد بالاكاديميه اقبال هارون اهلا بك اقبال السلام عليكم نشكر حسن استضافه قناه قناه التحرير نعم شكرا اقبال كما ارحب كذلك باللاعب الصاعد بالاكاديميه محمد الهادي ذهب على محمد الهادي شكرا على حسن الاستضافه وارحب بك على الشكر شكرا لك ايها اللاعب الصاعد نتمنى لك وزميلك وكل زملائك بالاكاديميه كل التوفيق والنجاح ان شاء الله في مشواركم الرياضي طبعا الاكاديميات كما قلت تلعب دور محوريا في المجتمع طبعا كيف لا وهي تتكفل بتربيه الصاعد رياضيا وتربويا وحتى اخلاقيا لنعرف باكاديميه النخيل على مستوى بلديه المقرن الاخ علي طبعا وانت رئيس هذه الاكاديميه عرفنا بها اولا السلام عليكم آه الشيخ, آه كمال الشيخ كمال علال الشيخ كمال علال احنا الأكاديمية هذه آه هي كفكرة من آه من مدة نعم هي راهي راسخة في ذهننا وراسخة في ذهن يعني الإدارة اللي راهي معايا ضر نعم مع الشيخ أبو وراسخة في ذهن كثير من الناس معناها المحيطين في المقرن آه النقطة احنا كا احنا كنا في أكاديمية أخرى آه داعي كنا نخدم معناها تحت مش تحد اطار تنظيمي معنا نخدمه آه متطوعين متطوعين بدون هيكله بدون هيكله ارتئينا ان نعود في هيكله وانضمينا لنادي النخيل ورئيس الفريق ورئيس الجمعيه مشكور على راهو اعطانا آه الثقه وحط فينا الثقه كاداره الشباب وكل الصغار نعم اعطانا الفريق اعطانا الجمعيه واعطانا مكتب الاكاديميه وبدينا في العام اللي فات 2022 بدينا احنا كثره المواهب في المقرن هي اللي خلتنا ان نجر اكاديميه نعم المواهب ما شاء الله في المقرن معناها خزان خزان المقرن نعم معناها يقول المقرن يقول كرة بلاد كرة قدم نعم احنا ارتقينا بإدارة شباب صغار أه تقريبا الفريق الوحيد هو رئيس الفريق اللي ما يتعداش الاعمار تاع اللي اللي معايا كان واحد عمره 17 18 19 انا نحط لك على الدارين والا رئيس الفريق راني انا الكبير فاهم مازال نتذكر نشكره زكريا دقات عبد الرحمن محمود الشمادي نعم عبد الرحمن التبابا كمال قداري, كمال. قداري نشكروا نشكرهم هذه الاداره اللي معايا اللي بدات معايا الفكره ونشكر المدربين ابو بكر شكيمه والمدرب اللي كان معنا العام اللي فات وراح معنا للدوره وحطوا مشكور فؤاد مسعودي نعم وراه مدرب الان في الرديف الاولمبيك وراه حال بيبانه وتو اللحظة هذه قال لك راني معاكم فسوا في الاداره سوا في الاول من هذا المنبر وهنا كما قلت لك شيخ الفكره هذه اه كثره المواهب في المقرن معناها كاين ولاد صغار المواهب قلنا نحلوا نحلوا الأكاديمية ونشوفوا معناها ما دام المقر فيها المواهب لازمتنا نديروا أكاديمية والحمد لله درنا أكاديمية واللي وديمارينا والحمد لله وديمارينا بسعي الرجال اللي وقفت معنا بارك الله فيهم. رجال الخفاء. ورجال والحمد لله تو الأكاديمية راهي في الطريق الصحيح وراهو عامها الثاني وراهي بشرنا باشرنا التدريبات لنا لنا أسبوعين تو نعم. عن يعني بشرته من تدريبات للموسم الرياضي 2022 2023 2023 قياده المدرب بابك السكيمة لفئه 23 هي. 24 ها. طبعا وكلهم شباب صغار اللي راهم يقودوا في الاكاديميه وهذا دليل على ان الاكاديميه تسير بعقلة شباب يعني بعقليه الشباب يعني كلهم شباب صغار عندنا 17 سنه 18 سنه 19 سنه اذا انت علي تقول ان الفكره جاءت لتاسيس هذه الاكاديميه على مستوى المقر سونتر يعني المجر مركز يعني جاءت لما شفتوا انتم خزان كبير من اللاعبين الصغار يعني عوض وكم تلعبوا دور تربوي هنا عوض ما شفتوا أنتم تفكروا أنتم كيفاش تحتضنوا هؤلاء الاطفال كيفاش تعطوهم يعني يعني المجال الانخراط ضمن هذه التكوين القاعدي انشاتوا هذه الاكاديميه طبعا الكوتش ابو بكر وانت طبعا احد ابرز الرياضيين وابرز المسيرين باعتبارك انت مدرب ولاعب سابق نعم اه يعني انت على راس هذه الاكاديميه اكاديميه النخيل في عمرها الثاني تقريب ونشاطات يعني مرفوعه ويعرفها الجميع على مستوى بلديه المقرن كيف تم الأخيرات وكيف جاءت فكره الانضمام الى هذه الاكاديميه اولا بسم الله الرحمن الرحيم أه نزيد جدد الشكر الشيخ خلال على حسن الاستضافه نعم والله يا شيخ فكره الاكاديميه هذه وين اول الفضل اللي يعود الله سبحانه, سبحانه ثم الشيخ علي يعني الكابتن آه. علي هو هو المحور هو العمود الفقري نعم. هو معناها الاساس نعم الشيخ علي راه محب الناس كل تعرف خدام يخدم صح لله في سبيل الله ومن احب شيء ابدع فيه نعم والحمد لله حتى هو ربي يبارك تشوف فيه الناس راهو الناس كل معروف معروف المقرن مع معناها محبوب الجماهير سواء كان في ما حتى إني قبل كنت نلعب جوار مع اولمبيك المغرب، الشيخ علي يعرفوه، معناها بالمتابعه باللي يتبع في ليكيب في النادي يتبع الشباب الصغار، كان مدرب ثاني في في اولمبيك المغرب للفئات من مقدمة. نعم. ايوه، المهم أه, كلمني شيخ أه, نرجو الاكاديميه، كلمني شيخ علي، قال لي يا شيخ أبو بكر عندنا فئه 2011 و 10 و... عندكم و... عندكم العام اللي فات نحكي العام اللي فات كانت عندنا ألفين و 14 وتقريبا عندنا واحد 15 نعم. با قلنا الطفل لعبوا معكم لعبنا الحق ما حرمنا حتى واحد نعم. يعني هم... قال لي الشيخ كان تعاوننا جيت تشدنا الفئه هذو قلت له والله فكر انا ديريكت ما خممتش قلت له فيها انت داتي. ما إيه جات صدفه ما خممتش معناها مش نتردد والله ديريكت قلت له انا معاك الشيخ علي لان انا كجوار لاعب سابق نعم. وفايت علي المراحل هذو ميني مكاد فهمتني معناها عارف الرياضه راهي سمحه سمحه للفئات الشبانيه هذو سيرتو الصغار هذو من بعدهم كما يقول لك على الافات الاجتماعيه الحمد لله انا كشخص الناس راهم يعرفوني باللي راني معناها هل الرياضه هذه وقتني من ياسر حوايج؟ نعم وقتني معناها الحمد لله وزيدنا الثاني تربيه تربيه تاع الاجيال هذوما تربيه الجيل الصاعد الجيل الصاعد يعني الاكاديميه يجوا كما نقول في هذا العمر يعني نعم يجوا خاصه في وقتنا هذا الحساس لازم توقف عليهم اجرك على الله اول حاجه نعم وثاني حاجه لازم توقف البرعم الله يبارك جاتني الفكره هذي وين خممتها فيها كما قلت لك الحمد لله قلت له نعم راني معاكم الشيخ ونبدو ثم في رمضان كلمتني كلمني في رمضان نعم. قبل, رمضان بديت في رمضان انا صايم الشيخ النوط بعد العسل يتقد جد نداهم ذريه صغار فطرينهم نبقى معاهم حتى نجيب كما يقول لك نجيب الوقت المغرب نعم ان شاء الله بهم جد عجبني جو الحق معناها نعم تحس تحس بالمعنى اب اسره والان طبعا راكم مشيتوا راكم على الطريق الصحيح الان شاء الله. شاء الله. الان لما نتعرف على الاكاديميه طبعا لابد ان نذكر عدد المخارطين نذكر المكان الذي تنشطون فيه يعني الاخ علي طبعا كيف بدا الانخراط مباشره؟ هل علمتم الاولياء بضروره انشاء اكاديميه؟ هل انتم فكرتم بالاتصال المباشر باللاعبين وجمعتوهم كيف تم ذلك؟ الشيخ علال بالنسبه للموسم الفارض أعلننا انشاء اكاديميه رياضيه تحت مسمى نادي النخيل حلينا باب الانخراط الحمد لله كيف كان تجاوب الاولياء؟ ما شاء الله معنا الاولياء معناها الاولياء كل عطونا يد المساعده وجابوا لنا اولادهم وجونا ذات ونحن رانا ندربوا وجابوا الاولاد وكانت فتره لمده 10 ايام انطلقت الفريق نعم يعني جمعتوا العدد تاع الانطلاقه وبشرتوا الاعمال. وكنا العام اللي فات دايرين ثلاث اصناف دايرين 2009 2010 11 و12 و13 و14. نعم. معناتها ثلاث اصناف العام اللي فات كنا دايرينها أه وتقريبا العام اللي فات كنا شادين 100 120 واحد. ما شاء الله. في الديما كي بدينا احنا العام اللي فات بدينا في اكتوبر. الانطلاقه عدد اكثر من 100. العام اللي فات هذه. نعم. العام هذا بشرنا الانطلاقه تو في اكتوبر. لدواعي دواعي سخانة وتعرف الصحراء نعم بعدنا شوي الوقت بشرنا في اكتوبر الحمد لله تو بشرنا تدريبات لنا اسبوعين أه تو العدد راهو 50 شخص عندنا فئتين في 10 في 11 و12 13 14 راهو 50 شخص والحمد لله ديما بدينا أه الامور تمشي على على ما يرام الا لدواعي معناها الفريق عارف أه بدون سوف ناتي الى هذه النقاط الاخ علي يعني وهذه النقاط طبعا تعيشها كل الفرق ليس في الفرق القاعديه فقط وانما حتى على المستوى تعيشها الان ربما الملعب الملعب الان انتم عندكم في المقرن عندكم عده ملاعب ربما اقرب ملعب لكم اللي هو ربما الملعب المركب الرياضي الجواري ولا ملعب دار الشباب التي تتوسط المدينه انا هو الملعب اللي راكم ترشطوا فيه وكيف يعني تتعاملون مع مسؤولي هذه المؤسسات الشوبانية التي ربما تمد لكم يد المساعده اكيد راه كان يد مساعده طبعا ل طبعاً مساعده هذه الاكاديميه الناشئه لبلوغ اهدافها. أنا الشيخ علال تو تدريبات رانا نباشروا فيها في في ملعب ماتيكو تاع البلديه ملعب 18 فيفي. نعم. في راهو حدا الدار والناس والملعب الثاني. خلف الدائره خلف, 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 خلف البلديه. خلف البلديه خلف مقر مقر الدائره القديم. مقر البلديه القديم. نعم. والملعب الثاني اللي انشا حديثا. هو الملعب آه نقولوا احنا ولا شيء تساهمي نعم. ملعب جديد حتى هذين الاثنين أنا فيهم هذين الاثنين و ولا يعني 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 المتتبع آه انتم ما عندكمش مشكل الان في قضيه المساحه مساحه اللعب نخش مشكل وهذا 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 امر جيد جدا يعني عندكم زوز ملاعب ماتيكوات يعني متواجدين في محيط السكاني راكم تنشطوا فيها الان الفريق يتنقل ككل ولا يتنقل معناها اسبوعيا مع معنا ثلاث مرات واربع مرات كل برنامج تاع العمل تاعكم يعني خارج اوقات فراغ التلاميذ والمخريطين تو الشيخ على باش كل الصراحة مع بعضنا نعم احنا تو ما ما قدناش نتنقلوا حتى ماتشات وديه لدواعي الظروف الماديه الفريق راه على الامور الماديه هي الامور الماديه وقضيه النقل وقضيه نقل. المساعدة المحلي من قبل البلديه او حتى من اعانه صندوق الولائي كلها هذه امور ونقاط يتحدث عليها الجميع ولكن انتم كاكاديميه شبانيه ربما تعتمدوا على انفكم التصرف بالموجود سنتحدث عن هذه النقاط نحن نتحدث الان عن الملعب يعني الملعب ما فيش مشكل عندكم ما فيش مشكل. مشكل تنقل يعني يعني كوتش آه... طبعا وانت مهمتك يعني مهمة كبيرة وكبيرة جدا نعم مسؤولية كبيرة نعم خاصة في, في الميدان وخارج الميدان ومتابعتهم كذا الآن نتحدث عن الإمكانات المتوفرة لديكم كيف كانت إمكاناتكم عندما انطلقت الأكاديمية إمكانات ما كانش إمكانات كانت آه على الانطلاقة في الانطلاقة سما صراحة نهضر مدينة من جيوبنا مدوا من جيوبنا باش نعم. ولا كرة مدوا من جيبي عارفين الانطلاقه سائبة شوي كي اللي كي من بعد خلاص معنا ان شاء الله ربي مع مع الحمد لله مع خدمتنا ان شاء الله وخدمتنا صافيه تسهل دنيا كل جيب تسهيل ربي ان شاء الله جميل ان شاء الله الان قضيه المقابلات والدورات والامور التي سنتي عليها الان انخرطتم مباشره في البطوله اللي ربما تنظمها مديريه الشباب والرياضه واللي تقيمها على مستوى كل دائره ربما في العطل والمناسبات ما هي النشاطات اللي ربما اللي شاركتوا فيها انتم السنه الماضيه كتحفيز للمخارطين بهذه المؤسسه واللي تعطيكم حافز لتعريف الجمهور بالاكاديميه على مستوى بلديه المغرب واعلام طبعا الاولياء بان هناك اكاديميه تتكفل باحتياجات هؤلاء النش على مستوى بلديه المغرب. والله يا شيخ العام اللي فاتني راني كنت قلت لك كنت مدرب لفئه 2013 و14 و15 العام اللي فات ما ساعدنيش الحظ اني باش نشارك في دوره وطنيه دوره وطنيه ولا محليه نعم بحكم ان بدينا الفئات هذوما صغار جدا نعم كان العام اللي فات فئه نورمالمون 2010 2011 نعم 2009 و10 11 هذوما اللي حلفهم الحظ نعم. جاتهم زوج دورات في بسكره ولاد بسكره ولاية وفي ولايه عينتم عينتم شند يعني مشاركات وطنيه هذه شركات وطنيه أه بالم... معناها فات اداهم أه المدرب راحوا مع المدرب الشيخ فؤاد مسعودي نعم وفي في 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 وفي بسكره اداهم الشيخ ياسين بوهني نشكره وثاني من باب من هذا المنبر موجولة التحيه الخالصه اللي ياسر 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 بارك الله في تو في اكاديميه اخرى وربي يوفقه ان شاء الله ااا وباقي المجريات تاع لك اه في بيسكري ولا في انتم وشنت او الشيخ راح معهم حضر الشيخ علال بالمناسبه احنا رحنا دورتين العام اللي فات درنا دوره وطنيه في اول ما بديناها بديناها دوره وطنيه في المقرن الدوره الوطنيه كانت دوره وطنيه كبرى وانا شخصيا تابعتها و... اه كما من ثمانيه فرق جبنا فريق الريان البسكري نعم وسبع فريق من الولايه نعم غير فريق واحد من من خارج الولايه هو ودرناها في ملعب الحمدين نعم كانت دورة ما شاء الله لعب. لكن كنيات من عندي درت صداقة ما شاء الله في جوان ثلاثة تل... جوان انطلقنا في 2011 2012،, 2012 تحت قيادة المدرب ياسين بوهني وراه مشكور على مش قدم معنا وراه تو مازال في الاكيب أكيد نكونوا صراحة مع بعضنا تو راه مازال في الاكيب مازال يجي للتدريبات الفريقة جي جي رحنا ذم آه نشك... آه لعبنا دورتين في بسكره لعب. درنا دول... لعبنا دورة رحنا <تصفحنا> في الدور الاول تصفوي آه، ولعبنا الدورة الثانية رحنا لنصف النهائي. والدورة الثانية رحناها ب 2009 2010 عند مشنت دورة وطنية. فيها 120 فريق. طلعنا لدور ثم النهائي. يعني هذه بطولة على شكل بطولة، الدورة على شكل بطولة. في عند مشنت دورة تاع 2009 2010 راح معنا الشيخ فؤاد مسعودي ومشكور من هذا المنبر نشكروه ورا ما قدوش نوفوا بالشكر اللي انا نشكروه. نعم. <تصفح> <تصفح> راهو مش مدرب برك راهو معانا في كلش مسير مدرب كلش معناها تجرأ العام اللي فات حتى كنا ما نقولها بصح راح نقولها تجرأ السيد راهو مد معنا من جبه وراهو مشكور واش قدم واش قدم ورحنا لدورة عند وصعدنا لدور ثم النهائي من, من 120 فريق تصعد دور ثم النهائي مع فرق عريقه مع غليزان معناها فريق ما شاء الله راهي المولوديه برادو مش سالم معناها انت اكاديميات عندها عندها وزن عندها وزن وعندها قاعده وعندها مكان ربما في مكانها. سبحان الله نعم. الشيخ علال انا واحد من الناس صراحه قلت لهم نلعب ثلاثه ماتشات في وهو هو, فلح... هو, فلح... فلح... هو فلح... تفاجات بالمستوى اللي عند اولادي معناها نعم غادي تفاجات ان شاء الله هو جميل جدا ان يقوموا بمثل هذه الدورات من اجل الاحتكاك من اجل اخذ الخبره من اجل التعرف على المنافس عندما يكون منافس اكبر منك يعني تعرف على نقاط الضعف تاعك ونقاط القوه وهذه امور لكن هذه الامور كلها تتطلب مجهودات اخرى اضافيه. الان بالنسبه للتنقل كيف تتعاملون مع ظروف التنقل من المقر الى هذه المناطق وحتى على مستوى الولايه؟ قضيه النقل الكوتش نقل الشيخ راه أزمة عندنا كبيرة الشيخ مثل قضية النقل الشيخ راهي النقل تاعنا تو هو المشكل العائق اللي راهو صاري من العام اللي فات والعام هذا نعم مشكلتنا في النقل نطلب من السلطات المحلية رئيس البلدية رئيس الدائرة الالتفاتة لهذه مش لنا احنا للالتفاتة للبراءة الشيخ يعاونونا في هذه وزدنا ثاني مشكل التنقل العام اللي فات كنا كيفاش دايرين <applause> جينا مثلا ماتش ودي مباراه وديه ولا دوره محلية؟ انا شيخ كي نروح لو نل... سماها نقول مش نروح نل... ندي الاولاد نروح للمولى الكار نتفاهم انا وياه يقول لي من هني من الواده مش نروح للواد من المقر للواد 500 الف شيخ يقول لي هاك 500 الف 500 الف الشيخ وثاني حتى باش تمدها من جيبك مش, مش خطره واحده في العمر نعم <applause> معناها تقريبا كل سنتين نتنقلوا هذه المشكلة تاعنا راهو كما قلت لك في التنقل تاعنا كنا ندف نقولوا للولاد صراحة حسب الديبلاسمو مثلا يقولوا لنا 500 نقول لهم كل جوار يجيب معاه نحسبوا العدد الجوار باش ندوهم مثلا 20 نقول لهم احنا الحق اه من حتى هم من من, من, من اه نراعوا لظروفهم حتى كان الناس الاولاد الغالب من صراحه نهضروا زوا ولا نطلبهم ما نطلبهمش ما نقول لهمش هذيك نخلوها علي هنايا ولا علي ولا كان جماعه اخرين رجال رجال, رجال اعمال فريق رجال الاعمال عم يستوجبوا يعني هم اللي يساعدوا يساعد 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 نعم. نقول لهم هني 20 20 ولا 30 30 ونروحوا ندوهم الاولاد الماء وبقات تفاك الامور تاع تعال تاع تعال الذر نتهلوا فيهم والله صراحه شيء غير من جهود هذا هو مش قضية النقل, موجود. ربما هي لا ما أعتقد أنه البلدية لديها حافلات النقل المدرسي مهم. في وقت معنى الفراغ في وقت أيام العطل يوم السبت يوم الجمعة هذه أيام المنافسات يعني هل علاقتكم مع رئيس البلدية أو نوابها أو مع المكتب المسير طبعا أو الكتب العام ربما ألا يعلم أن هناك أكاديمية ربما هناك من يتنقل ولا يقول لكم دائما نرى ما عندناش الحفله ربما والحفله راحت لمكان اخر ولا كذا نعم نعم, نعم. الشيخ صراحه انا عندنا رئيس الاكاديميه الشيخ علي هو المتوفى هو معناها المسؤول على الشيخ, الشيخ له. يعني يعطيك الصحه انا عن حسب ما يهضر معي الشيخ علي ولا نسمع كنقول نقول له مثلا التنقل عندنا ماتش يقول لك الكار ما كانش بلديه رئيس بلدية يقول لك ما قلت الكار في رايحة اليوم البلاصه فلانية ولا مدي النادي فلاني, فلاني. معناها النقل هل تعلمون؟ انتم شوف النقطه برك راح نوضح حاجه بصفتك رئيس اكاديميه هنا ما قلتش نعايبوا رئيس البلديه تو لان عندنا في اربع فرق عندنا اولمبيك المقرن تلعب في القسم الثاني والعام اللي فات كان في القسم الثالث راهو ديما الاولويه الفريق اولمبيك المقرن ولا فريق مستقبل الحمادين ولا اتحاد الحمادين ولا اولمبي وما زبد ما قلتش نعيب رئيس البلديه من هذا المنبر حنايا نطلبوا من رئيس البلديه غير يعاوننا برك في في الديبلاسموات خارج الولايه برك هنا في الولايه قادرين ان قادرين ان اه اه تصرفوا يعني تصرفوا هنا داخل الولايه يعاوننا برك تصرف المسافات البعيده تقصد اه تصرف المسافات البعيده احنا يكون العام اللي فات الشيخ راح العام اللي فات رحنا حطينا مبلغ عن عاتق الاولاد والمبلغ الاخر عن عاتق محبين الاكاديميه ونسيت وغيرين عن وليدات المقره لا من هذا المنبر نشكرهم ورحت عند مشند تقريبا الشيخ علاء رحت عند مشند كلها عن عاتق محبين والناس في علاقات خاصه علاقات يعني الخاصه م... وعلاقات رئيس الجمعيه جاء جبنا جبنا ل... 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 المبلغ هذا من هذا المنبر الشيخ علال يعني نداك الاستاذ علي وانت طبعا رئيس اكاديميه النخيل عام سواء بلديه المقرن نداك للمسؤولين مسؤولي بلديه المقرن ضروره المساعده الاكاديميه في حال التنقل خارج الولايه او بالمسافات البعيده هكا ولا لا؟ آه يعني امور هذه ربما ليس بالصعبه آه جدا حتى كان تتضامن البلدية فيما بعضها لان هناك تضامن بين البلديات في حين ما احتاجت البلديه حافله تتصل ببلديه مجاوره احاس خليفه او ربما دبيله او سيدي أو البلدية المجاوره ربما وتتسلف الحافله يعني ربما لمساعدة لان الابناء هم ابناء الشعب وابناء المجتمع ككل طبعا وهذا دور اجتماعي. جميل جدا ربما سناتي الى المساعدات وناتي الى علاقتكم مع الجهات التي ممكن ان تساعد الاكاديميه لان الاكاديميه تتطلب يعني ربما لباس تتطلب الاولاد باش تطلب تتطلب احذيه تتطلب عديد الامور انت تكلمشنا على المرافقات يعني اليوميه بكماء وربما واشياء اخرى ترافق يعني الفريق هذه امور كلها على عاتقكم ربما ساتحدث الاقبال الاقبال وأنت لاعب بالاكاديميه وربما انت راك تبدو من شكلك رياضي وانت احد البارزين في هذه الاكاديميه هذا حديث ربما للمسيرين تاع الاكاديميه يعني الكوتش وكثير اقبال انت كيفاش دخلت الاكاديميه حدثنا يعني قالوا لك قالوا لي اصحابي كان تاس تاع نخيل. أه. نعم أه. قالوا لك راهم يديروا في امتحان القبول رحت جربت حظك أه. وقبلوك اي آه. وانت واش راك تقول واش راح تقول لزملائك واش راح تقول يعني للزملاء تاعك في الدراسه واش راح تقول اللي راهم كيفك ويحبوا ينخرطوا يعني تدعوهم انت وتقول لهم روحوا خرطوا في الاكاديميه وجربوا حظكم ربما اي أه. آه. كان ناس تشتكي كان لا آه. كان ناس هكذا يقولوا لي ايه لا وانت كيفاش تقنعهم باش يجوا يعني للاكاديميه؟ نقول لهم كاين تاست الاكاديميه سمحك هكا فيها شويه هكا شويه رحلات يدونا نعم يدعمونا شويه <applause> ايوه وما خير في نظرك انت اقبال يعني الشاب اللي كيف كنت طالع مازال يعني في مقتبل العمر ويحلم بكثير من الامور انت هل يقعد في الشارع ربما هل يروح لاماكن اخرى ما هيش مليحه او لا يعني في الرياضه يعني وش رايك انت؟ الله يعني. وش تقول؟ والمقر المعمره بالشباب يعني اللي كيفك يعني وش تقول لهم؟ الرياضه الرياضه <applause> الجسم السليم فالعقل أه السليم في الجسم أه السليم. السليم. وانت في المدرسه يعني استاذ تاع الرياضه يعرفك باللي راك انت تلعب في الاكاديميه تاع النخيل. وش يشجعك يقول لك واصل كيفاش يقول لك استاذ الرياضه. يقول لي واصل سمي. نعم. محمد الهادي ذهب وانت كذلك الزميل اقبال وراكم تلعبوا في الاكاديميه انت ذلك قالوا لي باللي راك من ابرز اللاعبين في الاكاديميه وعندك روح حق جماعيه وعندك يعني افكار وعندك ياسر امور. الهادي حدثنا عليها الافكار هذه والامور كيفاش دخلت الاكاديميه؟ ااا آه نلعب جا الشيخ بكر و... الكوتش هذا اللي قدامنا آه آه هو آه جا و... هو صحابه جا شافون نعم قال لهم ولد عمي يلعب معنا النخيل نعم آه بعد قال قال شيخ قال ولد عمي قال لها اوكي تيست قال ناداني قال لي هيا تيست نهار الجمعة امتحان هذا امتحان باش يشوفوك ايه يديروا تيست بعد آه بعدك قبلوني رحت جربت شفوك قبلوك مباشرة نعم أنت في نظرك علاش قبلوك المدرب و... والمسيرين تاع الأكاديمية علاش؟ ااا آه ب... ب لأنك أنت تعرف تلعب؟ نعم نلعب ونرافق أصحابي في الدنيا جميل جدا ترافقهم يعني توجههم ونلعب معاهم عاد جماعي جماعيا جماعيا والسلام عليكم صحة السلام عليك بتختيش بزاف نتكلموا معاك سي سي محمد الهادي انت اكيد عندك اصدقائك في الحومه يعني في في المقران وحتى في المدرسه يحثوك على الاكاديميه هما وش تقول لهم انت آه نقول لهم هاي آه اكاديميه نادي النخيل و... و... وهي معنا ونديروا جو آه جميل جدا و ايوه جميل جدا كيف كنت جميل هكا اما خير هذه اسمعني الهادي وجاوبني على هالسؤال اما خير تو الشاب اللي كيف كنت في عمرك كنت يقعد في الشارع هكا يلعب هكا في الشارع يعني آه ولا يروح لاماكن بعيده يعني ما نش عارف يروح يسيد العصافير وكما كنا نديروا احنا بكري وكل الامور هذه ولا يخرط في الرياضه وشوف يعني روحها يعني وانت وش تتمنى ساعه في المستقبل لعب كره لعب كره لعب كره قدم مشهور لعب. محترف. وش تقول لهم اصحابك هيا لنا نقول لهم مارسوا الرياض مارسوا الرياض مارس جميل جدا ومخير وما خير يقعد الواحد تحت حيط ولا يروح يدخل الاكاديميه في ايام العطل وش رايك انت يدخل الاكاديميه ايام العطل وشو فرقكم الاكاديميه يعني تحميكم على واش مثلا قول لنا علاش تحمي من الامراض و... جميل جدا وهذاكم <applause> والافات الاجتماعيه تعرفها واش معناها كلمه الافات الاجتماعيه؟ لا. ها؟ لا هالامور هذه اللي تسمع بها انت المخدرات وتناول وتعاطي السجائر وهالأمور هذه تسمع بها انت هذه شكون اللي يروح لها من الشباب اللي في نظرك اللي عنده <applause> اللي, اللي عنده و... ايوه واللي عنده فراغ فراغ <applause> نعم وقت الفراغ الهادي كيفاش نعمروه احنا الوقت الفراغ تاعنا؟ نعمروه بالرياضه و ممارسه الرياضه ككل مش غير كره القدم <applause> حتى الهوندبال يعني كرة اليد <applause> كرة <applause> الطائرة العدو الريفي السباحة نعم كلها رياضة هاي نعم وتروح للمركب الرياضي الجوالي اللي بحذاك وفما ولا ما تروحش؟ نروح وديروا منافسات فما نتاع كرة قدم بينكم وبين الاكاديمية الأخرين نعم وتشارك نعم صح وش تقول لي في الكوتش هذا اللي هو أبو بكر هذا اللي قدمه جدا عن مجهود اللي يبذل في معانا مشكور سي بكر يعني بذل مجهود كبير في سبيلكم انتم نعم. يعني من اجل يعني ترقيتكم انتم من اجل مرافقتكم انتم نعم. يتعب معاكم الشيخ ابو بكر يتعب معنا جد والاستاذ علي هذا اللي هو مسؤول عن كل شيء في, في الاكاديميه أه حتى هو شكرا جدا وحتى هو ذبل مجهود كبير كبير جدا وانت أه وش تقول يا اقبال للكوتش شكرا على المرافقه والمساعده مساعده وجهد الله يبارك جهد. والشيخ علي هذا أكبر بابا ثاني آه الله اكبر مشكور يا اقبال وانت يعني هذا من حسن تربيتك ان شاء الله نتمنى لك انت عظمه من عظائم ربي تزداد وتنمو نتمنى لكما النجاح والتوفيق ان شاء, إن شاء الله, الله. وساعود لكما بعد قليل في بعض الامور الاخرى الكوتش طبعا شكيمه وانت داخل هذا المجتمع وتتحسس يعني رغبات الشباب يعني كيف ترى مستقبل الكره يعني مستقبل الرياضه القاعديه هناك من يقول ان الاكاديميه تلعب دور سلبي ماذا ترد انت على هذه الامور والله بالعكس لا هي كاين صح كاين الحديث هذا غير شيء اكاديميات كما نقولوا فيها الايجابيات سلبية نعم ايجابيات نبدو بالحاجه الايجابيه انا اكاديميه نشوف فيها أكاديمية بالعكس أني بكري كي كنا نلعب في الكورة نمارسو نعم. فيها ما كناش نلعبوا في أكاديمية ديريكت كنا نلعبوا في الزجاج من نشاركه نشاركوا في مينيم كادي كاش وخلاص بصح تو ولات الأكاديميات أكاديميات, أكاديميات هذه فترة تجي قبل المينيم نعم باش تدخل للنادي تكوين النشأة جاي نعم آه أكاديمية كما قلت لك الشيخ بالعكس نشوف فيه شيء جميل وبالعكس يزيد يسهل مهمة المدرب اللي باش يشد مدرب في مينيم ولا كادي ولا جونيور ولا سينيور يجي اللاعب يجيه واجد كما نقولوا ناضج ديريكت نعم معناها يجي كاين حوايج بالك يوجدها صعوبات في, في الديماراج تاعه يلقى بالعكس يلقاها سهله مثلا مش قاعد يجي جوار يقول له روح العب ديفونس ولا روح العب اتاكون ولا العب باليو يعني تلع. ربما تقصد الكوتش انه تهيئه اللاعب تهيئه اللاعب منذ الصغر ومعرفه يعني نعب. المكان اللي يلعب فيه المكان نعم البوست نعم. تاعه نعم ومعرفه قدراته نعم وهل يلعب بالطريقه تاعه كيفاش نعم يلعب جوشي نعم. درواتي نعم. هل يلعب دفاع نعم. هل يلعب في الوسط نعم. هل يلعب في الهجوم يعني تهيئه اللعب ومعرفة نعم. يعني توجيه اللعب توجيه اللعب اول حاجه ثاني حاجه الطفل كشيك خلينا من الموهبه وكاين واحد تلاقيه بلا اكاديميه ربي يبارك تلاقيه في رجليه أه تعطيه كرة ما يحب موهبه ما ربي سبحانه نعم وكاين واحد تلاقيه مع الاكاديميه مع الاستمرار بالاكاديميه مثلا يلعب عام عامين يزيد يتطور يطور روحه بروحه مع الشيء يطيح به مثلا مدرب معناها مدرب في المستوى بربي ان شاء الله معناها يكونوا يوصل ان شاء الله باذن الله باذن الله هذا نهضروا سلبيه شيخ في الاكاديميات نرجعوا للسلبيات في الاكاديميات كان الناس كما قلت انت باللي راه الاكاديميات كان يقول لك اكاديميات ما لا ما ندخلش ولدي ولا معناها ما تجيش أه فكره هذا صح المفهوم صحح صح لنا المفهوم ان معناها الاكاديميه اكاديميه كان ناسات كما يقول لك اكاديميات وهميه كان يهضر عليها علي معناها يروحوا صراحه نهضروا بزنيس صراحه نعم. فين؟ ايه بزنس هذيك اللي اللي يهضروا فيه الناسات اللي قلت لي عليهم هذوما عندها حق في استغلال, استغلال استغلال الموهبة. ذاتي نعم استغلال الاكاديميه لاغراض اخرى. ساعات ساعات جوار تلقاه في الاكاديميه داخل موهبه يكسروه ثم يتحطم. تم لاسباب لسبب او لاخر. نعم. الله اعلم مش... وربما اضيف ان ربما من خلال تجربتنا نحن كربما رياضيين قبل كل شيء ان من الاسباب التي تعاقل سير هذه الاكاديميات أو النظرة ربما السلبية التي يراها بعض الأولياء لا. هي عدم طبعا الاعتماد الكلي يعني على إمكانيات أكاديمية ربما في الضعف اللي يدور حول الاكاديميه الضعف المادي ضعف المقر ما كانش مقر ما كانش امكانيات ما كانش مساعدات يقع العاتق على الاولاد مثلا هات لباس هات كذا هات كذا هذه تخلق نظره اخرى عند الاولياء وربما يشوفوا ان الامور ما هيش تمشي قد وبالتالي نحن نريد ان نغير هذه النظره الى من السلبيه الى الايجابيه من خلال ولكن لابد ان يعلم الجميع ويعلم الاولياء بان هناك فريق وهناك اناس يعملون في ظروف يعني صعبه جدا وفي ظروف التطوع يعني آه. والعمل التطوعي مثل ما انتم عليه يعني صعب جدا نعم يا شيخ انا كنا نهضروا عليها النقطه هذه وين قلت لك لي كنا في مشكله التنقل كيفاش نورمالمون انا ماذا بيا نجيب جوار نجيبه ديما لما يكون تنقل كنا نقل نقل آه يكون النقل نقل ما نبقاش مش نقول له 20 وهذا ياتي بالاعلانات يقبل المساعدات نمر الان سي علي المساعدات اعطينا انت مساعدات الاكاديميه منين تجيكم المساعدات والله يا شيخ المساعدات مساعدات من رجال الأعمال المحبين هو في المستوى الجهة هذول آه. هذوما اللي دعموا في الرياضة من, من انطلقنا لحد النقطة اللي للدقيقة اللي رانا فيها ضرب راهم يعاونوا فينا هم خاصة مشكورين شخص راهو للحظة ملتزم يعني ملتزم معنا راهو مشكور الشيخ آه علال هنا راني حاب نشكرهم الأشخاص اللي عاونونا من العام اللي فات للدقيقة هذه آه. ونذكر أساميهم عندنا عثمان ذهب رجل أعمال عندنا عبد الوهاب بجاك عائلة بجاك هم اللي وفروا لنا تقريبا النقل باش رحنا وهذه عائلة رياضية معروفة عائلة رياضية النقطة الثانية عندنا <applause> حسين ميلودي راهو من تلقنا في الفريق للحظة هذه راه واقف معنا عندنا محمد علاوي راهو مشكور حتى هو راهو واقف معنا للحظة هذه وراهو يجري معنا و ونشكر لنا ل... وعندنا الطبيب آه بدعله مرغنيه راهو حتى هو واقف معانا وراه يساعد فينا وراه مشكور حتى هو وهذوما الناس اللي ذكرت اسميهم تقريبا هم اللي يعاونونا باش نروحوا الدورة باش العام اللي فات انطلقنا ورحنا لدورتين وطنيه والعام هذا رانا انطلقنا وراهم واقفين معانا وقال لك انا مش عاد الفكره راهي عجبتهم وما دام كاين ناس عندها الطموح وعندها حابه تخدم اخويا احنا ما نخلوكمش احنا مدامكم جايين عندكم هدف ان تبنوا المواهب هذه وتكتشفوا المواهب هذه وتربوا وتربوا دير المقرن وتهربوهم من فئات البشعه مم. احنا رانا معك مشكورين نزيد نشكر حسين ميلودي من هذا المنبر نقول له مشكور ياسر ياسر ورانا والله قد ما نقولوا شوي شوي فيه والله مشكور من هذا المنبر ثاني كاين و... كوتش كاين واحد الثاني مسؤول معنا ورئيس النادي للنادي بشير جغل رئيس النادي هذا نعم نادي النخيل مم. مش رئيس اكاديميه عندنا ب... رئيس النادي, النادي جاي راه نشكروه ياسر 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 حتى هو راه انسان ما شاء الله ويعطيه الصحه وبارك الله فيه ياسر وقف معنا في السرا والدراشه راهو معناها هذاك شيخ انا صراحه انا كنشوف فيه هذاك كشخص هذاك راه ماذا في المساير مع النادي في المحترف ما في اولمبيك المغرب سياتي يوم ويجد مكان ان شاء الله ماذا هي نشوف. في الحقيقه الرياضه تسير بهؤلاء بما ذكرت به الاسماء التي تحب الرياضه والرياضيين تبحث عن المكانه لابنائهم اجتماعيا وتربويا واخلاقيا ونبقى دائما في ضمن هذه الامور لا ديلنكونس هذا الانحراف الذي نراه الان في شبابنا خصوصا في الشباب الصاعد ما هو علاقته طبعا علاقه الاخ علي وانت ربما انت الكوتش آه شكيمه ابو بكر وانت أنت تربوي ربما أستاذ أنت وراك تتعايش مع التلاميذ وتعيش معهم يوميا يعني كيف تفسر يعني ربما أو كيف نربط علاقة الممارسة الرياضية وهذا الدور الاجتماعي في حمايه الاولياء من الانحراف لهذا الجيل الصاعد، ما هي الرساله التي يوجهها طبعا الرياضيين والمتكفلين بالقاعده وانتم تاج على رؤوسكم انكم تتكفلوا بهؤلاء الجيل الصاعد من اجل حمايته من الانحراف وبما يسمى بلا ديلانكوس لعم جميع المناطق في الوطن ككل يعني. والله الدور التربوي كيف ترونه يعني؟ ضرورة ما هي الرساله اللي توجهوها انتم للاولياء بضروره مساعدتكم يعني من اجل حمايه هؤلاء الاطفال ضرورة التربوي نتمنى من الاولياء الامور لاعبين نتمنى منهم اكل يقول لك مثلا الكره خطك منها ترى رايح تلعب في الكره الكره ما عندك ما تدير بها ويجبت لك او يكسروا لك رجليك هذوك نتمنى منهم هذوكم يكونوا معناها واعيين مثقفين معناها هو... تعددهم ثقافه لا يدرك جيدا يعرف ان الرياضه هي طبعا المفتاح وهي الباب مم. العريض الطويل لامان هؤلاء الجيل الصاعد من الاولاد تصور انت لما تكون ثلاثة أو أربع ساعات وأنت يعني في يوم عطلة وأنت يعني محتضن خمسين أو ستين شاب صغير يعني في الملعب هك حميه على كل الألفات الاجتماعية وحتى الاولياء الرياضه ستبقى دائما تلك النبراس عزيزي. العالي الذي ينير خاصه وقت هذا آه الشيخ خاصه آه وقت هذا الرياضه خاصه وثاني كره القدم معناها كره القدم كره القدم تقريبا الشياب والعزيزه كل ما عندهم فكره عنها وعلى بالهم بها ما انا كيما نقولوا معنا الفكره هذه وين دخلت المنتخب نعم. الوطني كذا فهمتني نعم. الروح هذه وين تاع الرياضه دخلت لهم باللي راهي الرياضه سمحه نعم. شوف الشيخ آه نطلب من الاولياء الامور اللاعبين نطلب منهم الالتفاتة لأولادهم معناها ويدعموهم اه ويروحوا معاهم ويشوفوهم ثاني مش اه مش اي اكاديميه دخلة فيها يشوف مثلا المدرب تاعها الرئيسي تاعها ثاني معناها اه مش يحط ولده يعرفون يحطها في بلاصه امنه كما نقولوا نعم الحمد لله رنا رانا هو مهما يكون الكوتش ابو بكر مهم هو مهما يكون مهما يكون تكون الظروف الصعوبات كذا كذا الا ان الهيئه الرياضيه دائما راهي تحمي الاولاد تحميهم من الافات تستقبلهم ترافقهم تراعيهم تستمع اليهم تكتشف همومهم ربما الولي ما يكتشفش نقيس ابنه كما المدرب او كما المسير في الاكاديميه مهم مهم يطلع على كل صغيره وكبيره وهذه مقوله دائما اقولها دائما اصحاب الرياضه واصحاب الهيئات اللي ينخرطوا فيها مثل النوادي الشبابيه والكشافه الاسلاميه وكل هذه الامور تجدهم حتى في الرياضه متفوقين أهم. تجدهم في الدراسه متفوقين تجدهم اجتماعيين عندهم طموح تجدهم دائما ايجابيين تجدهم دائما بعيدين عن السلبيه هذا في الاكثريه يعني في الاغلبيه يعني مهما كان فان الرياضه دائما هي الضامن الاساس لربما لحماية الجيء الصاعد من الانحراف والله يا شيخ نحكي لك واحد القصة العام اللي فات صارت لي نعم في الأكاديمية هني العام اللي فات كي جيت كي جيت بديت جديد بديت أول حاجة أنا من صراحة من نلعبش هو الدراسة نسقسي ديريكت معدلات نعم أو اللاعب نسقسي كذا قد معدل قد معدل قد معدل وليت عارف معناها من هو لاباس في القراية من ناقص من متوسط المهم جاني واحد اللاعب هكا سقسيته قال لي الشيخ معدلي قلت له قد معدل قال لي معدلي أربعة فاصل شبيت فيه هنا قلت له قلت له ولدي نقول لك حاجه قلت له حاب تلعب كوره قال لي نعم يا قلت له شوف بالسحب بالمعدل هذا راك ما تلعبش عندي أربعة ما ما نقبلكش بربعة نعم قال لي هو كيفاه شيخ قلت له راك شوف راني جيت جديد راك محظوظ أول حاجة عندك فرصة فرصة هي أنك تثبت لي فصل لو اللي جبت رابعة فصل ثاني تثبت لي جيب لي هم ابتدائي نلعب فيهم هذوما سنه خامسه جيب لي ماكسيمو اقل من معدل سبعه مش نقبلك سبعه كان ما فصل ثاني يعني تحفزه انت تحفز, تحفز, تحفز فيه تحفز فيه على رفع المستوى الدراسي لانه هو شوف فيه حاب كره حاب يلعب هو ولا خاف تقريبا نقول له لب... تقريبا امه ولا باه ولا دايرين له الدعم يروحوا يقروا فيه كذا م... معناها ملحق شيء نعم مانيش عارف بالك ما خافش حتى من أباه يقول له مثلا اقرا ما خافش منه وهو عنده رغبه حاب كره قدم واش له قلت له شوف راك تقعد معايا تلعب معايا بصح راه المعدل حسب بشرط ايه معدل تجيب لي معدل سبعه فما فوق سبعه فما فوق المهم فات لي مات هاي قرويه يلعبوا ساعه سقسي واش نقول لهم روحوا هني عندنا صراحه الشيخ وقت اختبارات فروض نحبسوا لهم نعم. نشاط نحبسوا طول نقول لهم بلا قرايه من بعد نجيكم نعم هاي جات وقت المعدلات وقت المعدلات درت عليهم ربي يبارك ما شاء الله العام اللي فات اللي عندي تقريب تقريبا لحقين حتى 9 تقريبا 10 ما شاء الله 9.90 ولا 9.8 8 7 لحقت له خليتها الاخر بالآلة فلان قد جبت معدلك؟ جابني بلتاوي فرح يضحك. معناها فرحه تاع وهذا, وه وه وهذا اه. طبعا عمل وفق بالنجاح لانك حفزته رياضيا نعم. باش يكون ناجح اه. دراسيا. اه. نعم جاني فرح لان المعدل اللي جابها تقريبا وقيل قرار ما شيء المعدلات هذيك ما جابهاش. قال لي الشيخ راني راني فارح في نفس الوقت خايف. قلت له ايش بيك؟ قال لي جبت 6.90 قلت لها واش تفهمنا احنا؟ قال تفهمنا عن سبع اشياء. قلت له خليني نخمم الساعه خلي تو ندرب ومن بعد تو نقول لك نقبلك ولا لا؟ قال باش الشيخ عاد خايف مسكين ونشوف فيه عاد يخمم مريح واحد هكا عاد مسته مسكين بعد قلت له الله بارك معانا ان شاء الله وزيد تحت الفصل اللي جيب لي سبعه ونص جيب لي سبعه ونص, ونص, ونص نعم وجاب الشيخ تقريبا 7.40 وقيل على ما اظن ما شاء الله 7. فصل, فصل وراه تو في سنه اولى متوسط نجح وطبعا ديما تبقى الرياضه ديما في خدمه كل شيء يعني ايجابيا نقول اقبال اه واش راك في القرايه يا اقبال؟ الحمد لله. يعني القراية والرياضة الاثنين مع بعضهم. وحمد الهادي. و... القراية واش؟ لاباس وتلعب الرياضة في المدرسة؟ آه. ما شاء الله. يعني واش تحب تقول اصحابك يعني يقروا وفي نفس الوقت اللي معاك في الأكاديمية؟ آه و... يقروا ويمارسوا الرياضة معاهم. وإقبال أنت وش تقول تاني آه يقروا ومارسوا الرياضة. جميل جدا. ربما استاذ علي وانت طبعا المشرف على تسير هذه الاكاديميه وكل صغيره وكبيره على عاتق وعلى راسك هل عندكم مقر الساعة ولا لا؟ ما عندناش مقر مقر رسمي اقصد ما عندناش مقر دار الشباب اللي قريبه لكم هل تعاونكم في احتضان بعض اعمالكم واموركم ونشاطاتكم؟ تعاوننا ومن هذا المنبر نشكر الشيخ عبد الله جبنا راه هو موفر لنا كلش في دار الشباب نعم بالنسبه بالمناسبه احنا الشيخ علال احنا دايرين حصه نظريه الحصه النظريه هذه دارينها ب شو صار. نعم راهو عطينا داتا شو وعطينا دار الشباب دار كل الكبيرة. الامكانيات كل التقنيه بشت... كل شيء موفر لنا نعم وحتى الاجتماعات على المكتب تاع الاكاديميه رانا نجتمعوا تم جميل جدا معناها مشكور من هذا المنبر نشكره خدوا شيء وش حابين احنا يا ونطلبوا من هذا ما طلب نطلبوه من رئيس البلديه ورئيس الدائره نعم والسلطات المحليه في البلاد يعطونا مقر لواء حتى دار برك ما تبان الاكاديميه معناها اذا لعدنا عندنا مقر نزلنا نشطوا فيه معناها يعود حرنا معناها نحب نديروا اجتماعات نحب نديروا كلش تحطوا فيه قش تتلقوا فيه اه. فيه اجتماعاتكم قش لا طالون وما صراحه مما بي... جميل أنت... أي... لو جميل جدا لان المقر يضمن لكم كثير من الامور معناها الاستقلاليه هي تضمن كثير من الامور تضمن حتى المواصله تاع العمل في حد ذاته يعني تكسر حواجز الفشل ليس كذلك آ... الكوتش آ... شكيمه نعم آ... الشيخ آ... صراحه نقول لك م. واحد ال... ب... الامور كما نقولوا يعني تحدثنا عن المقر الشيخ ان صراحه مشكلتنا في المقر وزادوا نعودوا المقر راهو مقر هو الاساس عندنا هل بامكان البلديه البلدية عندها عدة مرافق على مستوى التراب نعم. البلدية نعم. نعم. يعني هناك لماذا حتى محلات بما يسمى محلات الرئيس يعني حتى لو كان يعطوكم حتى مكتب من المكاتب لماذا لا لأنكم شباب وهي موجهة للشباب حتى, ف... حتى على أساس الكراء مثلا حتى نعم. على أساس الكراء يعني بمبالغ رمزية تشجيعية ربما ويكون عندكم مقر وأنت تعرف أن أمام ملعب المغرب ملعب البلدي بالمغر هناك محلات كثيرة يعني محلات الرئيس لا كاين هي فارغه المحلات لا كاين ثم شو كاين ملعب جديد راه وهذا ملعب التساهم يحذيها ب... معناها ما كانش خطوه كاين آه محلات. محلات. محلات يعني انتم ما عليكم الا و... تقنعوا رئيس البلديه ربما سي عبد الغني ربما نائب رئيس البلديه طبعا الهورس هو رئيس البلديه لا علي الشيخ علي علي, علي, علي عياش عمر علي عيش عمر والنابه آه. سي عبد الغني لا آه عبد الغني آه خلاص آه معناته آه أه انتهت انتهت ربما هؤلاء الذين يحبون الرياضه يعني ربما يساعدوكم يعني آه من اجل الحصول اقناع رئيس البلديه مش مش مشكل يعني لانه هو عقار البلديه يسبق للبلديه لكن هو في خدمه الشباب والله يا شيخ نقول نرجو عن الحديث يعني لتجاوز هذه العقبه قضيه المقر ربما وقضية النقل وقضيه المساعدات هي امور قاعديه بسيطه تقدر تتحل لكن دائما نديروا لها اشكال احنا بسيطه يا شيخ بصح هم هم في, رؤوسهم روسهم حوايج كبيره انتم ضروره أعرف. اقناع هؤلاء المسؤولين بضروره يعني مساعدتكم فيها هو الموجود راهم الشيخ المشكله تاعهم مشي كرينها مش كل كريم تقريبا كريم يا شيخ تو فهمك شيخ مشكلتنا في الحنويت مش تقريبا حنويت اللي دايرين المحلات يعني مكرين ومسكرين مغلوقين يعطيك ساحه وكاين, وكاين وحدين يستغلوا فيها مشيخ مثلا مش نروح نكرهها نكرهها نقول لها مثلا نحتاج الاكاديميه هذو ون نعم هم فيها في بلديه ب 300 هناك واحد قصد ثاني قال لي لك ب هذه امور ربما تقدر تجوزوها مقر بلديه المقر القديم الان انتم تعرفوا انه بلديه المقر تنقلت الى مقرها الجديد بجانب يعني في طريقه ان شاء الله طريق الفيض يعني ومقر ما شاء الله جديد لكن المقر القديم اصبح فارغ ربما وعنده يعني لماذا لا يكون هذا مقر اعطاه مقر لبعض الهيئات والمؤسسات التي تخدم دائما في اطار المجتمع المدني مثلكم انتم ومثل بقيه النوادي الاخرين وبعض الجمعيات لماذا لا؟ اعطيني ش... مقر الشيخ ثم مقر الكشافة نشكر الشيخ الهاشمي وغد هذا مقر الكشافة أعطينا البلدية والشيخ الهاشمي الشيخ الهاشمي وغد قصدناه بارك الله فيه نعطوا فيه حنين رحنا له ونعطوا له في الماتريال اللي خبينا فيه يعني وهل ما فيش مكاتب يعني فارغه فما كان مكاتب بصح ما مش حلينا لا هو يعطوكم مكتب بسيط جدا المكتب يضمن يعني راح نعطيك في النقطه هذه نعم كاين روضه تاع الصم والبكم نعم راهي اللوطه والكشافه الفوق في طريق سيدي عون نعم لا لا كان في المكتب في المكتبة المكتب هو نقلوها نقلوها البلدية القديمة الروضة تاع الصم والبكر نعم معناها الطبق العلوي اللطاني كلّه يعطوكم حتى في الطابق العلوي الطابق العلوي وفي الكشاف نعم لا الطابق العلوي الكشاف ما تحش كل مقرة كل المكاتب يعطوكم حتى مكتب واحد فقط هذه دعوة للسيد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بضرورة مساعدة هؤلاء الشباب البلدية المقر أقول بضرورة مساعدة هؤلاء الشباب شباب أكاديمية النخيل بالمقر اللي يلعبوا دور اجتماعي ويتكفلوا بالأطفال على الأقل مساعدتهم هذه دعوة منا إليه السيد وأعتقد أنهم يتفهموا هذا الموضوع وهم أولياء بالدرجة الأولى وعندهم أبناء وعندهم كذا وهذا دور اجتماعي على الاقل يساعدوكم بولو بمكتب يعني يضمن لكم يعني استمراريه العمل ويضمن لكم مش ما بشرط يعاوننا ماديا يا سيدي يعطيكم حتى مقر بارك الله فيه هكا جميل جدا إن شاء الله ربما اذا كنت نتحدث عن يعني مشاركتكم في ربما برنامجكم لعام 24 ان شاء الله يدخل على الابواب ان شاء الله ماذا سطرتم وماذا ما هي سطرتم من اهداف وكيف ربما ستتعاملون يعني هذا العام الجديد ان شاء الله نتمنى يكون مبارك على هاته الاكاديميه <سلام عليك> ان شاء الله شيخ والله الاهداف تاعنا اول حاجه الهدف تاعي في نظريتنا ككوتش ان شاء الله ونتمنى ان شاء الله نكون حتى إن في المستقبل مدرب في اقسام عليا ان شاء الله نعم <سلام عليك> نتمنى مثلا اقبال هارون ولا الهادي ولا عمر ولا زيد ماذا بيا يشوفوا يتكونوا يكونوا جوارة مثلا ما لا يضربوا بهم في المثل نشوفوهم في 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 القسم الثاني محترف مع اولمبيك المقر نشوفوهم في القسم الاول الحمد لله عندنا اتحاد سوف ربي يوفقهم ان شاء الله يبقوا العام هذا ان شاء الله في القسم الاول في المحترف آه ان شاء الله نشوفوهم ثم ان شاء الله ولو ولا ما لا نشوفوهم في الاحتراف ان شاء الله نشوفوهم حتى في دول اخرى ان شاء الله من بعد راهم بعد يسقسوهم وهم كبار اللي فيهم قبل ولا يرجعوا السيره الذاتيه تاع اللاعب، معناها يبدو اول حاجه يحكي لهم يقول لهم راني كنت في اكاديميه نادي النخيل. نعم. اول ها اول ما نشات اكاديميه النخيل وكان يدرب فيها الشيخ أبو بكر شكيمه ولا كان شادنا رئيس النادي الشيخ علي ذهب هذا هو فخر لنا ان شاء الله آه هذا الهدف عندي هدف واحد اني معناها نشوف الجو اللاعب اللاعب المشارك منتوجكم منتوج التكوين يصل الى اهدافه ان شاء الله يكون. والمقرن المعروف منذ السابق منذ زمن على الشوله انتم ربما نعم وكذ... هذا الجيل عادل. احنا نعرفه انه المغرب خزان لكره القدم وخرجت لاعبين كبار وخرجتنا حتى لاعب دولي معروف يعني بالفريق الوطني واللي هو ابن منطقه المقرن اللاعب السابق للفريق الوطني سيتو نعطيكم فكره من بعد قولوا لي حطينا فكره بالك نجيب لاعب فريق الوطني سابقا ولاعب خالد لموشي نعم خالد, خالد لموشي نعم, لموشية. نعم. 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 فوق نعم. خالد لموشي لاعب مغربي منتقد تقني مغربي والمغربي يعني لأنها الآن هي تمضي تمضي يعني بخطة ربما ثابتة وستتجاوز ربما العقبات للوصول إلى أهدافها حتى إلى المحترف الأول ولا آه ربما أنتم هذه أهدافكم للعام 24 يعني أو 25 التكوين القاعدي هذا دائما هو الضامن الأساس لاستمرارية آه الرياضة وفي كرة القدم لا رولافي بمسمى لا يعني يعني تسليم المشعل يعني كيف تفسرون أنتم يعني ضعف بعض البطولات يعني الا غياب التكوين يعني نعم نعم التكوين القاعدي هو الاساس ليضمن منتوج كروي للمستقبل ولتدعيم الفريق أنا بعض النقاط ربما تعجبوا فيها عندما تجد فريق يعني كل لاعبيه من خارج المنطقه انا اتمنى ان ارى في يوم ما نحن نذكر ان فريقنا الوطني في عام 82 لما تتصفح اللاعبين تجاهم كلهم لاعبين البطوله المحلية وفيهم ثلاثة أو اربعة اللي كانوا محترفين البقية كلهم من المحترف الاول في البطولة الجزائرية مثلا اتحاد العاصمة شباب الكور مثلا غالي ريم عسكر اللي انجبت بلومي وغير ذلك من اللاعبين اتحاد حسين داي ماجر الى كل اللاعبين الذين لعبوا تلك الملحمة العظيمة كلهم كانوا لاعبين محليين لماذا هذا لا نصل في يوم ما ان يكون فريق المقر مثلا يحوز على اغلبيه اللاعبين من المنطقه وليس من مناطق اخرى وهذا تدخل فيها لتغيب عمليه البزنس باللاعبين وعمليه العمل من اجل المال وكذا والتهميش ولا غير ذلك من هذه نقاط كلها تنجزها ونصل اليها من خلال التكوين القاعدي الاساسي اللي توما تلعبوا اليوم دور كبير فيه نتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله ربما اهدافكم ذكرتوها ربما أه، علاقتكم بالمؤسسات قطاع الشباب والرياضه وانت تعرف ان وزاره الشباب والرياضه لما انشات الـ انشات الـ المركبات الرياضيه الجواريه طلبت من المسؤولين تاسيس اكاديميات من اجل التكوين القاعدي علاقتكم بهذه المؤسسات الشبانيه هل عندكم علاقه عمل هل عندكم علاقه تواصل هل عندكم مشاركات جماعيه حتى على مستوى بلديه المغرب تفضل والله يا شيخ علال ولا انتم تلعبوا يعني حدكم حد نفوسكم ربما وتتعاملوا مع بقيه الاكاديميات معامله الند للند هكا تو الشيخ علال احنا ما ما شاركناش في بطولات على شباب الرياضه نعم. الرياضه نحن اه نتعاملوا مع الاكاديميات معنا نلعبوا لها ماتشات وديه ونشاركوا في الدورات نعم اه دورات وديه كي معناها قال اول نوفمبر دار الدوره كسب لورس البياض نروح نشارك وخلاص آه. معناها باش نقول شاركنا في دورات تابع الشباب والرياضه ما زلنا ما شاركناش التو. ان شاء الله في العام 24 لان قطاع الشباب والرياضه ونظم كل عام دورات رياضيه للمدارس القاعديه بالمركبات الرياضيه. نتمناها ان شاء الله تكون تستقبل يعني مركب الرياض الجواري بالمقر اللي استقبل هذه الدورات وتشاركوا فيها ومن هذا المنبر نوجه تحيه كبرى الى كل مسيري الاستاف التكنيك تاع المدرسه القاعدي لكره القدم اكسيلونس بياضة هذا الفريق الكبير الذي يكون يعني شباب في سن هؤلاء يعني ويضمن لهم يعني الوصول الى مبتغاهم يعني في على مستوى بلديه البياضه تحيه لهم خاصه الكوتش عزي والكوتش طليبه وكل الذين ينتمون الى هذه الاكاديميه اكاديميه الاكسلونس بالبياض نتمنى ان اكاديميه النخب المقرن الا تتوقف عن العمل بسبب العوائق التي ذكرناها وان تستمر ان شاء الله في عملها القاعدي خدمه للشباب وخدمه للطفوله. ربما في ختام هذا اللقاء اذا كان في نقاط اخرى نتحدثوا عليها كان ما كانش ربما قبل اخي عبد الرزاق ان يوفينا ببعض الصور التي اخذناها من البوم الاكاديميه سنعلق عليها اخي عبد الرزاق سيوفينا بعد قليل بصور سيعلق عليها ضيوفي الاكارم واذكر بانهم من اكاديميه شباب اكاديميه يعني النخيل القاعديه كعمل قاعدي ببلديه المقرن الصور ستاتينا وهذه اول صوره ماذا يعلق عليها الكوتش هذه الصوره امامك هذه الشيخ صورة ذكرني صوره العام اللي فات هذه اللي نعم. العام اللي فات سنه 2022 نعم لما اتصل بي الشيخ علي هذه البدايه في البدايه ديريكت لقيتهم الذر آم. العدد تقريبا سته ولا سبعه معناها ومع هذه الصوره هذه الصوره تعكس تعمل الصوره هذه الصوره تعك... تاع نادي هذه فريق أكاديمية, اكاديميه النخيل بالنخيل. نعم يقولها نعم, نعم. 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 هذه صوره اكاديميه نادي النخيل تذكرني قلت لك بالموسم العام اللي فات كما نقولوا معناها فات فيه حلو المرة نعم مع بعضنا والحمد لله ان شاء الله صوره سكريه ستبقى راسي آه في بداية آه آه ان شاء الله وفيها العام ان شاء الله العام هذا ان شاء الله فيها, آه شاء الله فيها آه صوره كيف. بلباسكم المميز هذا اللباس الازرق هو اللباس الرسمي عندنا اللباس لا لا عندنا اللباس الرسمي هو آه كما نقولوا الاخضر فير كما نعم كما غير شي فئات إيه راني نشتوا نبدلوا لهم شويه عندنا في نعم إيه صوره اخرى وفانا بها آآ مخرجنا آآ عبد الرزاق هذه ماذا يعلق الكوتش آآ والكابتن آآ علي ذهب هذه اول مباراه لاكاديميه نادي النخيل واول دوره نعم جميل جدا لعبناها في بريلا نعم هذه للانطلاق نعم انطلقنا بالشيخ ياسين الفئه هذه اول انطلاق نعم دربنا حصه حصه تاع مش انترينمون معناها شغل درنا تيست ورحنا شاركنا مباشرة شاركته في الدورة شاركنا في الدورة. في, أه. في نصف النهائي نعم جميل جدا يعني في أول دورة وصلتوا إلى نصف النهائي جميل جدا صورة أخرى ربما سنعلق عليها وماذا يعلق عليها الكوتش الصورة الصورة هذه شيخ نهار اللي العام اللي حتى هي العام اللي فات اللي مدينا لهم سلمنا لهم تنية اللباس الرياضي تاعهم في دار الشباب مشكور الشيخ عبد الله قبلنا على توفير انا قلت لك المقر الشيخ تاعنا هذه يعني صورة جماعية للأكاديمية الأكاديمية. الأكاديمية نعم هذه نعم. الفئة اللي في بسكرة هذه فئة 2012 و... 11 و12 الله حوالي 16 لاعب و نعم. يعني جميل جدا والاكاديميه يعني بلباس مميز في عمر معين كل هؤلاء ربما صور اخرى عبد الرزاق هذه صوره سيعلق عليها آه شبابنا اليوم شباب الجيل الصاعد هذه آه محمد الهادي واقبال آه شكون هذا اللي في الصوره؟ الشيخ تقولوا للشيخ بكر هذا؟ شكون الشيخ بكر الساعه؟ الشيخ ابو بكر الشكيمة مع وش تقول له يعني؟ وش قدم له؟ وش تقول له من شكبر. كلمه؟ شكبر. بمشكور عن مشكور مشكور على كل الجهود كل من الجهود معك كل هذا با با تبدل تبدل ان شاء الله يوصل معاك محمد الهادي واش تقول للمدرب الفريق؟ نقول له شكون هذا الشيخ بو بكر واش تقول له؟ نقول له مشكور على الجهد اللي تبذل تبذل فيه معنا يعطيه الصحة ان شاء الله نعم اسمح لي كان عطيتك حنا تو في ديسمبر ان شاء الله في العطلة راح نديروا بطولة للو... البطولة العام اللي فات الثانية الطبعة الثانية نطلب من رئيس البلدية نعم في المقرن أن يعاوننا في هذه الدورة إن شاء الله يعاوننا حتى في الإقامة رانا جايبين كيب من جلفة هلال الجلفة وجايبين قايس خنشلة وجايبين فريق تاع يعني أم... يعني برنامج كبير يعني في هذه العطلة إن شاء الله يكونوا من حاضرين سيد رئيس البلدية من هذا المنظر نعم أن يعاوننا في الإقامة ولو يمد لنا بركه وين يباتوا برك الافرشه الاخرى علينا احنا نعم غير يمد لنا بركه وين الفرق هذه رانا خلاص تدعينا ان شاء الله تجدوه لهم مقر ربما في المركب الرياضي الجواري وحتى في دار الشباب هناك اماكن واسعه ربما بالنسبه للمركب الرياضي نطلبوا من الشيخ جمال حنانش زكري والشيخ جمال حنان من هذا المنبر تو نزول الشكر هو الشيخ احمد زكري نقولوا له يعطينا المقر اللي أنا قال لك راهي الشباب والرياضه تقول لك ممنوع يباتوا فيه، احنا نطلبوا حتى من الشباب الرياضة احنا دايرين دوره وطنيه، جايبين زوز فرق تقريبا دايرين ثلاث مجموعات، معناها بطناش 12 فريق، يا مجموعتين بثمانيه ب 12، تقريبا تو مازلنا ما حليناش أول هذا ربما الحل هذا موجود الاستاذ علي ربما السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي نوجه طبعا النداء ونقولوا له بامكانك ان تعطينا مدرسه حمي بالقاسم القريبه مثلا وهي بس يوم بس. عطله مثلا في ايام عطله أو أن تعطينا او متوسط متلبيدي اللي هي في مقر البلديه وهذا ليس بالصعب فيها مطعم فيها اماكن وين يمكن, يمكن نعم جميل جدا وهذا كلش علينا الاخر هنا ان شاء الله وان شاء الله تكون دوره ناجحه شهر. وتكون دوره تشرف ولايه الواد وتشرف بلديه المغرب الحضور نتاعك ان شاء الله سنكون شا من الحاضرين برنامج الازهر الشباب يشجع كل المجتهدين وكل الفاعلين خصوصا في الفئه القاعديه التي تلعب دورا اجتماعيا كبير جدا كلمه اخيره قبل ان ارفع او اسدل الستار عن اصداء الشباب لهذا الاسبوع الكوتش ابو بكر ماذا يقول والله يا شيخ كما نقولوا ان شاء الله كما قال لك الشيخ علي نطلب من السلطات المحليه الالتفات للوجوه هذه وين البراءه البراءه نتاعنا آه ثاني حاجه نوجه ثاني الشكر لك انت الشيخ علال بارك الله فيك على حسن الاستضافه نشكر ثاني القناة التحرير الوطنية ويب تي في إن شاء الله ربي يوفقكم إن شاء الله ونشكر الزميل اللي كان معنا في التقني الفني هذا اللي عبد, الرزاق بكر وكل الزملاء نشكرهم ياسر وبارك الله فيكم إن شاء الله ويعطيكم الصحة ونتمنى لكم كل خير إن شاء الله إن شاء الله شكرا الكوتش بوبكر بكر الكابتن علي رئيس أكاديمية النخيل بالمقرن كلمة أخيرة في ختام هذا اللقاء نشكرك يا شيخ علال عن هذه الاستضافة وزدنا دافع كبير كبير أن باش نقعدوا حتى رغم العراقي هذه ورغم فريق يمشي صفر سنتيم صح بلا هذه الاستضافه اللي استضافتنا انتنا و... و... والدافع اللي <applause> عطتها رانا راح نقعدوا وراح نقعدوا نقاوموا ونشكروك من هذا المنبر ونشكر الشيخ عبد الرزاق عبد الرزاق ونقولوا له و... ونزيدوا نطلبوا من رئيس البلديه ان يوقف معنا ويعاوننا وسيد رئيس المجلس الشعب البلدي ورئيس المجلس رئيس الدائره نطلبهم ان يوقفوا معنا مشكورين بارك الله فيكم وستدعوهم انتم ان شاء الله في الافتتاح يعني. ان شاء الله باذن الله هاري. هاري. ان شاء الله آه اقبال ماذا يقول في ختام الاذاعه ف... نشكر قناه التحرير شكرا آه على حسن الاستضافه والشيخ آه بالقاسم شكرا شكرا و... لك انت يا اقبال على حضورك وعلى مواصلتك الرياضه مارس الرياضه وابقى على هذا العهد محمد الهادي ذهب اللاعب الصاعد أكاديمية النخيل نشكر هذا الشيخ بواك عن المبذول جميل جدا يبذل فيه معنا ونقول للذر مارس الرياضة جميل بارك الله فيك وحمد الله كان شعار في نهاية في نهاية الحصة كل حصة مباراة ولا في رياضة نعم شعار تقولوه خلي على بلا بيش شعار تاعنا ثلاثة رياضة. رياضة تعيش ري... رياضة تعيش رياضة تعيش النخيل تعيش تعيش جاي. وتعيش الرياضة والرياضيين وكل المحبين للعمل القاعدي الاجتماعي المفيد جاي. في ختام هذا اللقاء أنا يسعني إلا أن أشكر كل الذين تابعونا والذين تابعونا بصمت والذين تابعونا بمخيلتهم وبعواطفهم نحو هذه الأكاديمية أنا وزميلي المخرج عبد الرزاق بكر كعادته على العارضة التقنية نتمنى لكم طبعا أنكم استفدتم من هذه الجلسة الرياضية حتى نلتقي في أصداء أخرى أطيب المناوى إلى اللقاء